الارقام ديال نصف النهايه. اذا المباراه هنا بنصف النهايه، الفائز في اللقاء رقم زوج جمعية السلوية ولا المولودية الوجدية غينازل اما شباب ريف الحسيمي او الجيش الملكي، فيما النصف النهائي الثانية فالفائز في لقاء الكوكب ولا او الفائز في لقاء رجاء بن بلال او الوداد الرياضي البيضاوي غينازل اما او الرجاء. هذه مباريات نصف النهائي. اذا كان ممكن نذكروا الكل ما التحق بنا الان في هذا البث المباشر، نذكروا بمباريات الربع من جديد. المباراه الاولى رجاء بن بلال الوداد الرياضي البيضاوي، المباراه الثانيه جمعيه سلا مولوديه وجده، المباراه الثالثه الكوكب الرجاء الرياضي البيضاوي، المباراه الرابعه شباب ريف الحسيمية الجيش الملكي. هذه المباريات غيتلعبوا يوم 13 و14 اكتوبر فيما نصف النهايه. فالفائز في لقاء جمعيه سلا مولوديه وجده غينازل، الفائز في لقاء شباب الريف الحسيمي والجيش الملكي. واللقاء الثاني ديال نصف النهايه فهو غيجمع بين الفائز بين رجاء بن ملال والوداد الرياضي البيضاوي امام الفائز في لقاء الكوكب والرجاء الرياضي البيضاوي. نصف النهايه غتلعب بيوم السادس من نوفمبر دائما في 2012، والنهايه غتكون في 18 نوفمبر 2012. سي بكاوي كلمه على هذا.